عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل ما وعدتكم حلقتنا اليوم عن الصوديوم. باختصار حلقتنا اليوم عن الملح، راح أتكلم عن فوائد الصوديوم. قبل ما أتكلم عن مدار الصوديوم راح أتكلم عن الجرعة المقترحة، وراح أتكلم عن فوائد الصوديوم لك أنت يا الرياضي، وراح ناخذكم بإذن الله في رحلة عن الصوديوم في أقل من 5 دقائق. راح أحاول أخلي الفيديو أقل من 5 دقائق، فعلى بركة الله نبدأ. مثل ما قلت راح اتكلم عن الصوديوم. الصوديوم، صورة الصوديوم ليست فقط بالملح، يعني ممكن يكون الملح اشهر صورة للصوديوم، لكن الصوديوم موجود بشكل كبير في المعلبات، موجود ايضا في البهارات اللي تستخدم في الاكل سواء كان في الكبسة او غيره. الصوديوم موجود فيها بكثرة، فبالتالي اذا حاب تحسب الصوديوم تعرف كم صاير، لا تحسب بس الملح، احسب اللي في البهارات، رغم احيانا يكون صعب ان البهارات ما يكون مكتوب عليها بالضبط كم نسب الصوديوم اللي يحتاجها الجسم. عموما هذه صور الصوديوم. الشيء الثاني مشاكل الصوديوم. وش مشاكل الصوديوم؟ مشاكل الصوديوم من اشهرها ارتفاع ضغط الدم، وهذا الموضوع جدا جدا حساس، يمكن ما يظهر في بدايه في وقته، لكن مع الوقت ضغط الدم يسبب مشاكل كبيره تحديدا في القلب، وممكن لا قدر الله يسبب مشاكل، ممكن ايضا يسبب لا قدر الله سكتات قلبيه، فعافانا الله واياكم جميعا. الشيء الاخر اللي ممكن يسبب ارتفاع الصوديوم من مشاكل هو مشاكل في الكلى. عصبه الكلى يسببها كثرة الأكل المالح وقلة شرب الماء، فبالتالي مع الوقت يسبب مشاكل كبيرة وحصوات في الكلى. هذا من جهة مشاكل الصوديوم. طيب هل الصوديوم فوائد؟ طبعا الصوديوم فوائد. من فوائد الصوديوم انه يحافظ على التوازن المائي داخل الجسم. شلون يعني؟ يعني احيانا انت لما تتعرض ومثلا اللي تتمرن او الشخص اللي يشتغل خارج المكتب والى اخره ويتعرق وما يشرب سوائل بشكل كافي، فبالتالي مع الوقت يسبب مشاكل في العضلات، راح يسبب تقلصات كبيرة في العضلات، ايضا يسبب اجهاد وايضا يسبب جفاف. فوائد الصوديوم مثل ما قلت يساعد على التوازن الماء في العضلات، طبعا للاشخاص الرياضيين والاشخاص العاديين، لكن نتكلم من جهه العضلات بشكل كبير. للاشخاص الرياضيين الصوديوم له فوائد. طيب كم النسبه المقترحه من الصوديوم في اليوم؟ الجمعيه الامريكيه للقلب او امريكان هارت اسوشيشن يقول لك 2300 ملي جرام من الصوديوم يوميا. كيف اعرفها؟ تقريبا ملعقه شاي صغيره، ما تشوف معلقة الشاي، تاخذ الملح تعبيها، وهذه هي النسبة المقترحة اللي يفترض ما تتعداها في اليوم من الصوديوم. طيب انا لو تعديتها مثل ما قلت احتمال يسبب لكم مشاكل كبيرة. في ناس تاخذ صوديوم بكثرة وما يظهر، يا جماعة الصوديوم احيانا ما يظهر مباشرة، مع الوقت ممكن تبدا تظهر مشاكل الصوديوم، ومثل ما دائما نقول ابدا الوقاية خير من العلاج. طيب الشيء اللي اقدر اسويه عشان اتجنب هذه المشكلة؟ اولا خذ النسبة المقترحة. الشيء الثاني ارفع البوتاسيوم في اكلك، حاول تاكل بوتاسيوم موز وبطاطس والى اخره، وايضا شرب الماء بشكل ممتاز او بشكل يعني 2 3 لتر في اليوم، 4 5 على حسب انت ما تختار. الشخص الرياضي طبعا يحتاج اكثر من الشخص العادي، اذا الشخص العادي يمكن يشرب 2 3 لتر ماء في اليوم، فالرياضي يحتاج نسبه اعلى منها. بس هذه حلقه اليوم، اتمنى تكون حلقه عجبتكم عن الصوديوم. قلتكم بالضبط ألف باء الصوديوم في أقل من 5 دقائق. تكلمنا عن صور الصوديوم، يجي في الملح، يجي في البهارات، ويجي في المعلبات، وأيضا في الأكل، أكلات ثانية. تكلمنا عن مشاكل الصوديوم، تكلمنا عن فوائد الصوديوم، عن النسبة المقترحة من الجمعية الأمريكية للقلب من الصوديوم في اليوم، وشرحناها كيف عن طريق ملعقة الشاي الصغيرة. هذه هي حلقتنا اليوم. أتمنى تكون حلقة عجبتكم، وأتمنى إذا حلقة عجبتكم تنشروها لكي تعم الفائدة على أكثر من الناس، ولا تنسونا إن شاء الله من دعائكم ومن ضغط زر اللايك إذا عجبتك الحلقة ونشر الحلقات، ويعطيكم ألف عافية والسلام. ختام.